مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة الهراويين. يا ربي هذا الملف هذا يتفك على خير. لقينا اتصال من هذه العائلة. بنية عندها 9 سنوات. ملاك. لحظة من لحظات يوم أمس تم الاختفاء ديالها. مجموعة من النقط في الموضوع غريبة. رجال الدار كيديروا اللي عليهم. بغينا كل شيء يضاف الجهود باش توصلوا لهذه البنية يا ربي. أختي إذا كان ممكن تختك عاودي لي من الأول. البنية 9 سنين شنو المرض اللي عندها؟ كيفاش مشات؟ كيفاش اليوم ما لقيتوهاش؟ الدرية ملي تتخرج للزنقة تتلعب مع الدراري، يعني ما عمرها مشات شي بلاصة وما عمرها زعما فاتت، ما عمرها فاتت العمران. ودابا تنطالبوا بها الدرية اللي داها يجيبها، اللي دات يا مرا يا راجل يجيبها. إحنا الدرية عقليا مريضة في المخ من صغرها، والدرية مسكينة غادا تضحك. الدرية غادا تضحك. كيفاش البارح تخرجت؟ كيفاش اخر مره شتيها؟ تتنوض في الصباح تتمشي للحانوت تتاخد داكشي اللي بغات، تترجع شويه تبرك صافي تتخرج ثاني تتلعب مع الدريات في الجرده، ما تتفوتش الجرده. اش خرجت البارح؟ مع الوحده، مع الوحده النهار صافي من تما مابقاتش بانت. وشنو المعلومات؟ وما مشيتوا عند رجال الدراك وبحثتوا الناس فين شافوها؟ فين شافت اختي؟ مشات عند الدراك. حتى راه ما بيناش. واخا كملي معايا كملي. الدراك راه مشاو معاها اليوم وبحثوا وما لقاوهاش. ودابا تنطالبوا من الجيران، تنطالبوا من المخزن. لا سمعنا قبيله قلتوا بانه لقيتوها في شي طوبيس، سمعتوا مشات في طوبيس مع شي مرا. طوبيس المرا هبطتها من طوبيس وقطعتها الشانطي. قطعتها الشانطي. هادشي كنت في راسك انت. انت جارتهم الا سمحتي لي، انت جارتهم. كابره معايا الدري. يلا عاودي لي الطوبيس كيفاش؟ الدريه ما تتغبرش من هنا. دابا مني ركبت في الطوبيس نزلتها وحده، مني نزلت هذيك الوحده قطعتها الشانطي وجات عاوتاني. جاء مني دات طوبيس اخر ركبت فيه وزادت. والناس قالنا شفناها احنا في المدينه، شفناها راكبه وغاده. كانوا يقلبوا عليها عندنا الدريات خوتها. قال احنا شفنا مون طوبيس قال لك تنتعاقر مع سيري نزلي سيري نزلي ما بغاش تنزل. واخا شكرا لك نرجع عندك انت. خويا شافها وهبطها. خويا شافها وهبطها قال رجعي. خلا الدار رقاس وخلاته تمشات ورجعت تمشات. ولكن كيفاش قال لها رجعي؟ جه الزوجي بها للدار هو. هو غادي يخدم سو. فهمتي راه. ولكن هي مسكينه راه ما عندهاش العقل قلتو مريضه. راه هبطها راه هبطها ومشات. راه مشات دابا هي ملي شافت الطوبيس مشى ومشى خويا صافي رجعت للطوبيس. واش دي يشوف شي واحد دخول يتصل بكم واش شده عنده وجه وانتم ديوها؟ ما كاينش. دابا الدريه مريضه في عقلها وتخليوها بهذيك الطريقه. انا ديما نسرقب، انا ديما نسرقب ولكن انا البارح كنت خدامه. أنا ديما صرت دابا من البارح ما شفتوهاش. ما شفناهاش. مشاهدينا الكرام معايا الأم. ومسكينة الله اللي عن بها. ما نعشتهاش ما شافتش النعاس. تغادي نقول لك. ما عندي ما نقول لك، أنا بغيت نشوفها بنتي. وأنا بغيت نشوفها بنتي. وأنا راني بحضر لها اللي دون دار بغيت نشوفها بنتي. وراه داروا معايا في ذاك اللي في جهدهم داروا معايا. وربي وجلالة الملك وأنا بغيتها بنتي. وانا بغيت بنت طالب يا تلقيها ان شاء الله. اختي ما مشيتوش حاولتوا ما امكن انكم تسولوا نتوما في السبيطارات شي بلايص الشرطه مثلا؟ مشاو السبيطار مشاو للكوميساريه ديال الحي مشاو اي بلاصه مشاو لها. مشينا المدينه القديمه كاينه اختي تما تسيرة تتقلب دابا زعما ما لقيناها حتى شي بلاصه. اذا الدريه مختفيه هذا شي واحد شاد. الله يفرج عليك. طالبوا من هذا السيد اللي لا شاده مخبيها يتلقى راعي هذيك راه مريضه. شحال عندها من عاميه؟ راه عندها 9 سنين. 9 سنوات. الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام ملاك اختفاء ديالها عندها 9 سنوات يوم امس. ملاحظه اللي كانت عندي هو الاخ ملي شافها كان يجيبها للمنزل بطبيعه الحال واللي يشوف اللي تواصل معاه من اجل انها ترجع للمنزل. لانه هي شابه او طفله اذا صح التعبير فاقده للاهليه في هذه الظرفيه. هذا الشق الاول. مساله اخرى ليس الان اننا ندقوا اكثر في الموضوع من غير اننا نبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده نوصلوا لهذه البنيه يا ربي. مشاهدينا الكرام سوف نستمر في هذا الملف الى وصلنا اي جديد غنوضعكم في الصوره. مشاهدينا الكرام النشر ديال هذا الفيديو غادي يساعدنا امكن باش يوصل للناس. ما ربنا اننا نتوفقوا نوصلوا لهذه البنيه ترجع عند والديها يا ربي. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم. واللي شاف يجيب